قال حدثنا مسدد عن عبد الوارث بن سعيد عن الجعد أبي عثمان الصيرفي عن أبي رجاء العطاردي عمران عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا، يعني سواء كان من أمر الدين أو من أمر الدنيا، من كره من أميره شيئا فليصبر، يصبر، لأن بعض الناس والباعث له الغيرة قد لا يصبر، لكن النتيجة أن يترتب على فعله وعدم صبره ومخالفته للتوجيه النبوي فليصبر. مسألة تحتاج إلى علاج مناسب، لا يعالج المنكر بما هو أنكر منه بمفسدة أعظم منه، تحتاج إلى دراسة للأمر، دراية بالأساليب النافعة الناجعة التي تقضي على المنكر أو تخفف منه بقدر الإمكان ولا يترتب عليها مفسدة. قال: فليصبر، فإنه من خرج من السلطان يعني عن طاعته شبرا، يعني ولو بشيء يسير، مات ميتة جاهلية كانت هيئة ميتته كهيئة ميتة من عاش في الجاهلية، لأن عمله هذا يؤدي إلى الفوضى، والفوضى من سمات الجاهلية: القوي يأكل الضعيف، وإنكار المنكر وإن كان مطلوبا إلا أنه ينكر بطرق مناسبة، والبيان والنصح والتوجيه لا بد أن يكون بأسلوب مناسب مؤثر لا تترتب عليه مفاسد. إذا كان المنكر الذي يزال ترتب عليه منكر أعظم منه ما استفدنا، المنكر ما زال. المقصود أن على من رأى ما ينكر وما أكثر ما ينكر في العصور المتأخرة، هذه سنة إلهية، فساد الأزمان وفساد أهل الزمان في آخر الزمان معروف مستفيض بالنصوص والواقع يشهد بذلك، لكن من رأى ما ينكر فليصبر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإنه من خرج من السلطان يعني من طاعته شبرا مات ميتة جاهلية، فكيف بمن خرج ما هو أكبر من الشبر وأعظم منه. ويأتي الضابط لما يوجب الخروج، يأتي الضابط وهو الكفر البواح الذي فيه من الله برهان. يقول: حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن زيد وابن درهم عن الجعد ابن دينار الصيرة في أبي عثمان قال حدثنا أبو رجاء عمران العطاردي قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه. يكرهه يعني من أمور الدنيا أو من أمور الدين ما لم يصل إلى حد الكفر البواح، فليصبر، فإنه، وسم إن ضمير الشأن، فإنه من فارق الجماعة جماعة المسلمين شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية، يعني فيه خصلة من خصال الجاهلية قد مات عليها. ولا يعني أن يكون بذلك قد خرج عن دائرة الإسلام وصار جاهليا، لا، إنما فيه خصلة من خصال الجاهلية، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية. وفرق بين أن يكون الرجل جاهليا وبين أن تكون فيه جاهلية، وبين أن يكون منافقا وفيه نفاق، وبين أن يكون مشركا وفيه شرك، كما قرر ذلك أهل العلم. اليهود والنصارى مشركون أو فيهم شرك؟ نعم، فيهم شرك، ولذا يختلفون
في الأحكام عن المشركين، يختلفون في الأحكام عن المشركين، هم أهل كتاب لكن فيهم شرك، الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، ولذا اختلفت أحكامهم عن المشركين الذين استحقوا الوصف الكامل. وكونهم أهل كتاب وفيهم شرك وليسوا بمشركين شركا مطبقا كغيرهم لا يعني أنهم على هدى، بل هم كفار خالدون مخلدون في النار، نسأل الله العافية. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين لا يعني أنهم ليسوا بمشركين وإنما فيهم شرك أنهم يرجى لهم شيء، لا، هم كفار على كل حال.